نورا من مدينة وجدة، مقيمة في إسبانيا ومعروفة في السوشيال ميديا بإلموندو دي نورا. جيت لأوروبا بحالي بحال أي بنت. الفرق اللي بيني وبينهم هو أنني ما جيت باش نحسن من الوضعية ديالي، جيت هاربة من المجتمع ديالنا واللي منهم خوتي. عارفين المجتمع ديالنا كيفاش كيتعامل وكيفاش كيشوف المرأة المطلقة؟ كنت عايشة مع خوتي، ما تخرجيش، ما تدخليش، ما تخدميش، وانا عندي واحد الولد خاصني ندير له المستقبل ديالو، ما يمكنش نجلس في الدار ناكل القوت ونتسنى الموت. هذاك الولد شكون اللي غيخدم عليه؟ خوتي غيدوموا لي؟ لا. فكرت وجيت لاوروبا وخليت ولدي عنده 5 سنين. جيت وما لقيتش يد المساعده من العائله ديالي، كلشي بلعوا بيبانهم في وجهي، وانا ما درتش يدي على وجهي ورجعت لبلادي. اولا قلت علاش ولا كيفاش ولا عيطت لهم ولا قلت لهم راني هنايا كوكو. نو نط وبحثت وقلبت وخدمت في واحد الشركه ديال الشوارف. فريمون كنت مكرفصه فيها. الخدمه ماشي عيب، ولكن الانسان خاصو يقلب على ما احسن. كما قلت لكم كنت مكرفصه فيها، كما شفتوا المشتا كامله كتفوت عليا، السروال ديالي كما كتشوفوا، الصيف حتى هو، الحراره، النهار طويل، تماره، لدرجه واحد النهار كامل وانا في الخدمه، وين رجعت للدار لقيت راسي خليت سوارت لداخل. هاد الجلسه اللي راني جالساها ما مشاتش هكاك في الخوا. هاد الجلسه اللي جلستها بقيت كنقول هاد الشيء اللي راني فيه ما خصوش يدوم، خاصني نوض نقلب على راسي، نوض نشوف شي حاجه ما احسن اللي غتزيد بيا القدام، اللي غنحنت بيها الاعداء اللي منهم عائلتي. خممت وفكرت والحمد لله جات في طريقي واحد الشركه جديده، واحد الشركه خدامه مع 29 دوله. هاد الشركه باقا ما دخلوش ليها الدول العربيه. الحمد لله دخلت وتعلمت ولقيت الكوتشينغ اللي هو تكوين غراتيس، تكوين فابور. بقيت حتى انايا من بعد ما تعلمت كندير التكوينات للبنات، كنعاونهم. الحمد لله الخلصه ديالي دابا واصله ل 2000 الاورو ومن داري، والولد ديالي اللي خليته 5 سنين دابا عنده 9 سنين جبته معايا. اللي بغيت نقول لكم البنات ما تيأسوش، وهاد الخدمه هادي فريمون بدلت لي حياتي للاحسن. وجالسه في داري نعس فوقاش ما بغيت، نفيق فوقاش ما بغيت، ونخدم فوقاش ما بغيت. للتواصل معايا غنخلي لكم الرقم ديالي، نتمنى انكم تكونوا طموحات بحالي. الرقم ديالي وهو 00 34 46 21 73 19. نتمنى انكم تكونوا طموحات فريمون، وحتى شي حاجه ما تهرسكم، كانت من عائلتكم ولا كان البراني. نتمنى انكم تتابعوني على الانستغرام.